المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى الأخبار اللي انتشرت على بعض المواقع الإلكترونية أيضا على صفحات التواصل الاجتماعي واللي بيقال فيها أنه في عجز في كراسات الشروط فيما يخص الإعلان الجديد للإسكان الاجتماعي في مكاتب البريد على مستوى الجمهورية. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قام بالتواصل مع الهيئة القومية للبريد والهيئة نفت هذه الإشاعات وأكدت أن كراسات شروط الإعلان الجديد للإسكان الاجتماعي متوفرة في مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وأنه تم بيع أكثر من 160 ألف كراسة شروط لحد دلوقتي وتم ضخ كميات إضافية مع الإقبال الكبير. الإقبال خلى الهيئة تناشد المواطنين بعدم التزاحم لأن الكراسات موجودة والإعلان ساري حتى 7 ديسمبر الجاري.